أمان الهان، ولكن ما إلا وسند كنس الميزان نفعان ما إلا أكثر ذو غلد هدان ذو غلد داوين تخسرت أما إمذانان أما التجرى أما يكوي الدنيا مرة. لذلك ربي سبحانه يستخدم المنهجي والآيات نفكاد فرسنة الإشارات مرارا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سورة الذاريات الآية 55، ذي سورة فصلت سلم الآية 53 الآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي سورة الذاريات الآية 7 والسماء ذات الحبك، وفي الآية رقم 20 وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الآية رقم 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآية رقم 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين، وفي الآية 36 التي تساوي هذه الآية 49 من سورة الذاريات، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أدخل ذاك رحلة ذي القرآن الكريم ألا غن فنادم أذي توالي أذي وحد ربي سبحانه عز وجل أم بعد نشتكي ذي يغالث الإيمان ذي قول خطر أول القلب يستقبل هذه القناعات أم بعد أوله أذي قفلشني سبحان الله أو دي خلقناك الدنيا ثقي بهذا الإبداع